السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى نطبق الدروس اللي أخذناها عن العقد وكيف مسألة الحبال، وبإذن الله تعالى حيكون التطبيق عملي للتسلق للجبال عن طريق لو الاستعانة بعد الله عز وجل بالحبال وكيفية ربط العقد. الآن بدأنا بالتجهيزات، سنصل إن شاء الله تعالى. الآن الشباب يتجهزوا للصعود، هنا أحمد وفواز الآن للصعود. استعمالات Okay. انت ابو ماهر، روح روح ابو ماهر. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. الان النزول، طبعا اخونا فواز يترك الحبل شوية شوية وماهر ينزل، طبعا الاعتماد كله على الحبل الان. ايه تقول لي فك رجلك وما نعرف ايش، شوف كيف صعبة. فين القفزات والحركات ابو ماهر؟ روح يسار ابو ماهر، حاول تروح يسار. ايه حلو حلو حلو، روح يسار يسار. يا سلام. يب 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 يب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تعليم كيف ربط الحبل. سوي الدائرة عليه، تقلبها تقلبها هنا. You do it many times, 2, 3, 4, 5, 10 times. Finish. خلاص خلاص خلاص. Tight bit. إيه شيك على شيك على هذه. فين؟ هذا وين؟ لا تجر من هنا وتطل تحت. Clear here. Yes. Lock. Good. Put it on your on. Yeah. Good. 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 Put it on your shoulder. أرمي على رأسك. كده. كتفك كتفك. على رأس أحمد يقول لك. على رأس يا. طش عندي 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 عندي. أحمد بص من تحت. راحت النظارة. أحمد بص من تحت. لا يا عنق أكثر والله. كده. شوف بصور رفت.